انا اللي بقول انا عجبي على دنيا يا ابو يوسف، بقت كلها خيار وفقوس، وعجبي على صحبة الله كلها ماشية بالمعكوس. وانا عجبي على زمن معيوب انت اتدلت فيه النفوس، لو انت من اياهم يا هضبة ومعاك فلوس، تتفتح لك كل الابواب وتنحني ليك كل الرؤوس. الجنيه 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 الشكل، ربنا بقى يجيب مشاكل، احلى نور شكل. رد الغايب يا رب عشان ايطاليا اونو، كلامه مطلوب علشان الغربة، لازم نقوله من الاول عالدليل الغربية. واحلى نور شكل وابا الوليد معجزة، واحلى ابو عبد الله. انا عجبي على دنيا معيوبة، بقت كلها خيار وفقوس، وعجبي على صحبة الله ماشية كلها بالمعكوس، وعجبي على زمن معيوب اتبدلت فيه كل النفوس. عشان البرنس عبد الله اخو العريس في غيابه. وانا اللي بقول يا عبد الله يا سعيد يا اخو العريس، لو انت من اياهم ومعاك فلوس، تتفتح لك كل الابواب وتنحني ليك كل الرؤوس. الجنيه 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 خلى العاول يتقال له يا بيه، يتقال له يا بيه، لو انت من اياهم يا صاحبي ومعاك الفلوس، تتفتح لك كل الابواب وتنحني ليك كل الرؤوس. اما يا صاحبي لو انت غلبان وما معكش فلوس، دايما تلف على خلق الله ودايما على ايد العباد بتبوس. زمن عجيب. بتعدي سنين وسنين بتفوت، البشرة الصمرة قلبي، بتعدي سنين وسنين بتفوت، وايام بتيجي واجيال بتموت. اما الجدع هيفضل طول عمره جدع، والهلفوت هيعيش هلفوت. وابن الناس التمام يا هضبة مش بالفلوس والمال، ابن الاصول وسط ناسه دايما بالاعمال، وفي اي مكان ينزلوا يا ابو السعود، حتى في الحديد دايما بيفوت. عشان ابو العريس، ابو العريس مجمع الحبايب، عم الحاج السعيد ابو امنه اللي بيقول لي اشكر لاي راجل محترم اللي دايما ماشي بالاصول مش بالفلوس، يسمعنا سقفه كده بالصلاه على النبي. ابن الناس يا اولاد الناس،
اطفينا النور والنبي ابو نسمة يا صاحب الاسمة اطفي النور يا قلبي يا قلبي دايما ابني الاصول في اي مكان هنعيش ابطال على طول لو حتى مهما تقال رجالة تمام جدعان والله ما احناش اندال لا بنمشي طريق معوج ولا لينا في سكة شمال عشان ابو عبدو اخونا المحترم عم مصطفى غطاس وعشان ابو يحيى كاتو اللي بيقول ملياريه شهر 7/2/7 باذن الله باسم السفير اخونا عم تامر ابو داوود والافوكاتو سياده المستشار عبد الرحمن باشا داوود والاسا كريم دربيله والفرحه اللي مش هتتكرر 4/11 باذن الله باسم كل اولاد غطاس والنبى هضبه انا ارجع تاني اعلق لك على السلام اللي انت عايزه بس انا عايز رقص الراجل المحترم ده شويه بعد اذنك ابو العريس من حقه يفرح مع العريس شويه عشان خاطر الاستاذ السعيد امنا مجمع الحبايب على الهادي معلش اولا انا بشكر الناس اللي شرفوني الصغير قبل الكبير والناس اللي من جميع المحافظات وانا مش هقدر اقول على المحافظات علشان خاطر ما انساش محافظه حد يزعل مني ولكن شمشم الصغير انا كفايه انت راجل محترم وحبايبك كلها محترمين يا عم السعيد ابو العريس يا هضبه قبل ما تطلع والنبي يا هضبه لو انت نفسك تشوف ابوك وامك في الجنه فك اليمين والشمال كده سمعنا السقفه اهدى على اخوك اهدى على اخوك طب اوعى تزعل مني اوعى تزعل مني ده احنا لو في الاوبرا مش هتعملوا كده عليا الطلاق لو احنا في الاوبرا مش هتعملوا كده اوعى تزعل مني يا رب وانت مروح ياخدك كمين اسبوع ياللي ما تقوم تقف معانا ربع دقيقه يا رب يا رب يا رب يا رب واللي كبيره ربنا يرفع ايده الاثنين لفوق الشقه احلى شقه ابو فرج شقه هو ده يا ابو السعيد وكل الحربيه كل بشوات الحربيه الهضبه احمد ابو السعيد هو ده يا ابو العريس يا ابو العريس الليله ليلتك عم السعيد لولاد ابو امنا يا ابو العريس عم السعيد الليله ليلتك والمجال مجالك وابو السعود بيقول لك ايه ادي للكواوي ادي عطشان يا خراب السنين يا بص عيوت يا خراب السنين يا بص عيوت المجال مجالك وعزمت خيالك المجال مجالك وعزمت خيالك الهضبة الهضبة الهضبة
استاذ 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 تعدد ابو الصعود في حيث كل الناس تعدد ابو الصعود في حيث كل الناس هو انا Thank you.